الفيديو زي ما شفتوا، وراح اقول لكم ليش. بس قبل لا ابدا، في زر احمر مكتوب عليه سبسكرايب او مكتوب عليه اشتراك، اضغطوا عليه عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجديده. كثير من تساؤلات طلاب المعهد هي تساؤلات نابعه عن رهبه كونها المرحله مرحله انتقاليه لما بعدها. خليني اتكلم معاكم بشفافيه وعن تجربه شخصيه. على الرغم من انه كلنا نتفق انه القبول الجامعي اهم بكثير من مرحله اللغه، الا انه ستيل كثير من طلاب اللغه يوقعوا في اخطاء قد تعيقهم على القبول الجامعي، وقد يكون المعهد نفسه العائق الكبير عن الحصول على قبول جامعي. المعهد قد يكون الطريق المسدود للحصول على قبول الجامعي اذا كان الطالب معتمد عليه 100% في تلقين اللغه او التحصيل الاكاديمي. وبمعاهد القبول المشروط، اسفني اني اقول لكم انه اغلب المعاهد تلعب على هالوتر الحساس للطالب وتستنزفه ماديا ومعنويا. يا لهوي يا خرابي يا مسبتي يا فتحتني. ولو لاحظتوا انه كورسات هالمعاهد اللي تقدم خدمة القبول المشروط طويلة جدا ولا تقل عن سنة عشان تضمن دخلهم المادي. الطالب لازم يستوعب انه مهمة المعهد هي فقط 20%، وال80% الباقية هي مهمة الطالب في تحصيل اللغة او تحصيل القبول الاكاديمي. من الملاحظ انه اغلب المعاهد لا تؤهل الطالب لاختبارات اجتياز اللغة، والبعض الاخر لا يتيح للطالب فرصة اجتياز اللغة بنفسه نظرا لساعات الدوام الطويل وانهاك الطالب في الواجبات والاختبارات. والحل في مرحلة اللغة، انصح الطلاب بالتعليم الذاتي خصوصا بما يتعلق باختبارات اجتياز اللغة. اليوتيوب ومواقع الاونلاين ما خلت شيء من فيديوهات تعليمية ودروس تدريبية. راح احط لكم تحت في صندوق الوصف بعض من المواقع اللي انا استفدت منها شخصيا في اجتياز اختبار التوفل او الايلتس. النصيحة الثانية هي الاستفادة من مصادر الجامعة او المعهد، سواء من مكتبة او دورات تدريبية مجانية او جروبات مذاكرة. النصيحة الثالثة هي التسجيل المبكر لاختبارات اللغة في خلال مرحلة اللغة، والسبب ان هالخطوة تساعد الطالب في التعرف على عملية التقديم ودفع الرسوم والحجز وآلية الاختبار، واهم من هذا وذاك هو ازالة التوتر والرهبة. النصيحة الرابعة، اختيار المعهد الصح. تفصل انت بتقولي ايه؟ اقصد بالمعهد الصح هو المعهد اللي يتيح لك الفرصة من انك تطور من نفسك اكاديميا ولغويا. إذا كنت مهتم باللغة دون القبول، فأحرص على المعاهد اللي توفر لك الأنشطة الترفيهية والاجتماعية على مدار فترة البرنامج. إذا كنت مهتم بالقبول الأكاديمي، فأحرص على المعاهد اللي تأهلك لاختبارات اجتياز اللغة أو إنها تتيح لك الفرصة كأن يكون دوامها قصير أو جزئي، بحيث إنه يكون عندك وقت من إنك تطور من نفسك. نصيحتي الأخيرة موجهة لطلاب البكالوريوس، أنصحكم بعدم التمديد في مرحلة اللغة والانتقال للمرحلة الجامعية بأسرع ما يمكن، لأنه سيتم تدريس كورسات إنجليزية أكثر كثافة وأكثر احترافية من اللي تم تدريسه في مرحلة اللغة ألين ما راح تطلع من خشمك. أنا شخصياً أخذت 4 كورسات إنجليزي في مرحلة البكالوريوس. نفس النصائح اللي عرضتها لكم أهلتني للحصول على قبول أكاديمي خلال 8 شهور أو أقل من مرحلة اللغة. العظيم يا جدع ده انت هايل. إلى هنا أكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. أتمنى إن شاء الله إنكم فهمتوا المقصد أو المغزى من عنوان الحلقة. لا تنسوا تسووا لايك وتعملوا شير للحلقة مع أصحابكم اللي في مرحلة اللغة عشان يستفيدوا زيكم. سووا سبسكرايب واضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجديدة أول بأول. إذا توافقوني أو تخالفوني الرأي، أكتبوا لي تحت في الكومنتات. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.